ازيك يا استاذ محمود؟ قمر الغنى، قمر الغنى. الله يخليك، ازيك مبروك، الحمد حضرتك؟ لله على السلامة. الله يبارك فيك. جبتي هنا ولا جبتي ايه؟ هنا هنا زي القمر. هنا ربنا يخليها لك. وعلى فكرة احمد سعد جه في ودنها قرا لها الأذان يوم ما اتولد. طيب طيب سمعت كويس. احلى أذان يعني. طيب حلو، ربنا يخليها لك، تربى في عزك وفي عز محمد. تسلم. وشوف شوف الجمال اللي انت مستضيفه ده، شوف شوف الجمال والحلاوه. ده ايه الشجن اللي في صوته ده يا شيرين؟ في ده حاله، ده حاله. ده هو ده مستخبي. انا لسه اتمنى اقول ان ده لسه ما خدش يعني قيمته، لسه الناس ما عرفتهاش. معلش بس هو يعني بيفكر كويس يا شيرين. ممكن بس الكلام ده كلام برامج على فكره. كلام ايه؟ ده كلام برامج. كلام برامج. محضره على فكره، محضره بقى مجهزه يعني. مجهزه يعني. انا كمان اقول له بص، اصل مفيش حد بيحضر. هو طبعا يعني احمد ان شاء الله باذن الله هياخد فرصته اكتر. يعني انا يصعب عليا انك بتساله انت عملت البومات. أنا ده المفروض البوماته تبقى مكسره الدنيا. صحيح. صحيح. معلش معلش ما هو الغنى الكويس دلوقتي صعبه، بس هو احمد بيفكر يتقدم ببطء بس يتقدم بشكل جميل، وده كويس. انا اتمنى أوه. ذلك، اتمنى يكون بيفكر كده فعلا. هو قال كده. بص هو اللي كان ده كلام برامج بقى. هطلع الورقه من ورا ظهري دلوقتي. لا احمد، بص احمد صاحب عمري. انا احمد اعرفه من واحنا يعني عيال صغيرين بجد. والله طبعا. هو وكمان محمد سعيد اللي على الارض، احنا كنا اصحاب وزمايل في معهد موسيقى عربيه، ودول حبايبي يعني، مش واكتر من اخواتي كمان. فاحمد ان شاء الله باذن الله. انا مش عايزه ارغي واطول عليكم، بس احمد كنز في حاجات كتير قوي لسه ما الناس. اعمل لنا بقى شيرين بقى بعد ما تقومي بالسلامه كده وتنطلقي للحياه ان شاء الله، اعمل لنا دويتو مع احمد بقى باذن واحد احد. يعني انت صوتك فيه شجن رائع، وهو صوته فيه شجن، ممكن تعملوا حاله يعني مزاجيه فنيه عاليه خالص. ان شاء الله ان شاء الله. باذن الله. وهو بيعرف حاجات يعني، على فكره هو كوميديان جامد جدا. ولو لو مثل هيقعد اخوه في البيت. الله 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 الله. ده زعلان عمرو بقى. لا وكمان بيعرف، انت عارف احنا، انا زمان احب قوي كنت اروح الموالد عشان اسمع الناس اللي بتغني في الموالد، ليهم كاركتر كده. طبعا طبعا. من فضلك خليه يقول لك حاجه من الناس دي. طب حاضر، بس وانا هستأذنك وهقفل. شكرا يا شيرين، شرفتينا يا حبيبتي، شرفتينا.